شيء حلو وجميل. الحين اخوي محمد، الله الاي بيانو، ها الاي بيانو، شو بعد صوت ثاني، سمعني الاي بيانو على الديجيتال بيانو، صوت الاي بيانو هني اسمع حلو هنا، اسمع جميل جميل. طيب اخوي محمد، الحين هاي البيانوهات، هذا يسمون اللي هو ديجيتال بيانو P125، هذا كم قيمته مع الفات؟ مع الضريبة وكله 3000. 3000 درهم. وكم مفتاح؟ 88 مفتاح. 88 مفتاح. وكم صوت فيه؟ في ممكن بتاع 15 16 صوت. هو تشوف اني في ريثم، مكتوب ريثم يعني في قاعات؟ في قاعات. في قاعات، ها؟ ممكن؟ ايوه. اوكي. بيز بس. بس يشتغل البيز معه، ما في اي مصاحبات كوردات، ما كوردات ما في. شوف تعملون انت اللي تعمل الكورد، بس هو بيز يشتغل معك، رينجر فقط بيز. زين هذا 3000 درهم مع هذا. طب نيجي عند البيا جيرو، هذا الان بي 12، هذا مع السماعات طبعا، الاثنين مع السماعات يمين ويسار. زين هذا 61 مفتاح، غير مفتاح بس مش ثقيله شويه، بس المفاتيح خفيفه، مش نفس الديجيتال بيانو ثقال يعني، بس هذا مقفوله من هنا، هي نفس طريقه البيانو بس خفيفه المفاتيح. هذا كم قيمته مع الفات؟ دوت 935، يعني هذا هو السعر 935 مع الفات. طيب هذا كم صوت؟ ده برضو في حوالي 16 صوت. 16 صوت، ها؟ وفي ريكورد، ها؟ في ريكورد كمان. الثاني اللي تحت الديجيتال بيانو في ريكورد بعد؟ في ريكورد انا. طيب راح اشوف هذا الريكورد. هذا زرار الريكورد. طيب بروح اشوف التوصيلات، راح اصور التوصيلات من الخلف عشان في ناس تحب تعرف شو التوصيلات اللي موجوده. طبعا هذا من الخلف، طبعا التوصيلات مال اللي هو البيانو الان بي 125. هذا عندك هني الهوست حق الكمبيوتر، وفي عندك هني السستين، وفي عندك هني البيدل يونت، عندك الاو اكس اوت الرايت، وعندك هني اللي هو مال الكهرباء. انا من الخلف للبيانو اللي هو 61 مفتاح اللي هو البياجيرو ان بي 12، هذا هني كونكشن للسستين حق البيدل، وهذا عندك هني حق الكمبيوتر يو اس بي حق الهوست، تبغى تسجل تربطها مع الكمبيوتر، وعندك هني اللي هي الهيدفون، وهذا طبعا مال الادابتر.